في حلقة الاثنين عشرة فيفري من برنامج عايش حلمك، نعيش نهار مع ديوانة تونسية. وإحنا إن شاء الله معناها فاتحين الأبواب لشباب تونس، والمدارس متاعنا حاضرة باش تستقبل شباب تونس وتعطيهم التدريب الصحيح. نفس الحلقة عن عرايس يجوا البرنامج عايش حلمك، وأخيرا باش يعيشوا حلمهم ويوصلوا لنهار العرس اللي يحلموا به كما حلموا وأكثر من اللي حلموه وأكثر من اللي يتوقعوه يلقاوه في سهرتها عيش حلمك. خليها زينة نهار الاثنين 10 فيفري 2020. والبخور عجعاجي دوبة تفوتو هاك السعدة وانشد عد اللاجي هماينا ما نفس الحلقة يكونوا في ضيافتنا الترجي الرياضي التونسي بكل فريق الترجي الرياضي التونسي. كونوا في الموعد سهرة الاثنين من برنامج عيش حلمك، خليها زينة على القناة الوطنية الأولى 9:30. عيش حلمك.